بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تجديد الهمة، لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب، وزد وبارك وأكرم وأنعم على المصطفى الهادي البشير النذير، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، كما سمعتم في التقديم وكما قرأتم في الإعلان، عنوان كلمتي لهذا اليوم تجديد الهمة، وليس تجريد الهمة كما وقع خطأ في الإعلان. تجديد الهمة، والمحاضرة تدور حول ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هي الهمة؟ والثانية، اختلاف الناس في الهمم. والثالثة، أسباب ضعف الهمم. نعم، والنقطة الرابعة، أسباب تجديد الهمة أو عوامل تجديد الهمة. نعود لهذه النقاط ونكر عليها واحدة واحدة بالبيان والتفصيل والتوضيح والتدليل إن شاء الله تعالى. أما الهمة فمعناها العزيمة والقصد والإرادة، وبينها وبين الإرادة تداخل أو فرق دقيق، وإن كانتا تتقاربان أحيانا. فالهمة بمعنى العزيمة والإرادة، والإنسان بطبيعته همام. همام يعني يهم بالأمر، يهم بالشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام. معنى حارث أن الإنسان متحرك، متسبب، يحرث ويعمل ويجتهد. وهمام معناه أنه يهم بالشيء، وأنه ذو همة وإرادة، يتحرك بإرادته وبهمته وبعزيمته. ومن هنا سمي الإنسان هماما. والناس مختلفون في الهمة، وهي النقطة الثانية والمحور الثاني من محاور المحاضرة. فمن الناس من همته إلى الخير، ومن الناس من همته إلى الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء في النار وللنار خلقوا، وهؤلاء للجنة في الجنة وللجنة خلقوا. فالله عز وجل خلق عباده وجعلهم ما بين بر وفاجر، وتقي وصالح، وسعيد وشقي، ومؤمن وكافر، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالناس مختلفون في الهمة، هذا همته صالحة إلى العمل الصالح، وهذا همته إلى العمل السيء، وهذا همته عالية، وهذا همته دانية، وهذا بين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال تعالى إن سعيكم لشتى. وقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل من كان يريد الآخرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول الله عز وجل الناس منهم من إرادته العاجلة ومنهم من همته الدانية منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة كما قال عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعطي الله هؤلاء وهؤلاء الدنيا والمال والبنين والعافية والصحة والرخاء والرغد والولد والبلد والبيت والمنزل والسيارة فهذه ليست مربوطة بالصلاح. قد يعطيها الله من يحب وقد يعطيها من يكره قد يعطيها الصالح أو يعطيها الطالح لكن التفضيل بينهم في درجات الآخرة. قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال عز وجل إن سعيكم لشتى. وقال القائل كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات ولكل من الأنام مجال فيه يسعى وسعيهم أشتات. النقطة الثالثة أن الإنسان أن ابن آدم بطبيعته قد تنشط همته. هذا الذي يريد الخير أو يريد الشر قد تنشط همته ويتقوى ويتنشط لفعل الخير لسبب من الأسباب. وبالمقابل قد يعتريه ما يوهن الهمة ويضعف الإرادة فبينا تراه يوما من الأيام إلى الخير متجها على باب من أبواب العلم أو في باب من أبواب العبادة يقوم الليل ويصوم الأيام الفاضلة ويطلب العلم ويدعو إلى الله ويسعى في الخير وينشط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر سواء كان رجلا أو امرأة إذا به في يوم من الأيام يفتر ويضعف ويخمد ويخمل ويعود خاويا على عروشه وتسكن همته وربما ترك ما كان عليه من عمل صالح. فهذا يحتاج إلى تجديد النية. هذا الإنسان الذي كان على عمل صالح فتركه يحتاج إلى ما يسمى بتجديد النية وهو ما وقفت لأجلكم الآن ما وقفت لأجله أمامكم الآن وما أردت الحديث عنه. كلنا أيها الإخوان يجد من نفسه أنه يوما من الأيام كان نشيطا بالخير لكنه ضعف بعد مدة ما وبعد زمان ما ثقلت خطواته وتراخت عزيمته وبردت همته وسقطت قوته وترك ما بيده من عمل صالح. وإذا عرف الإنسان هذا من نفسه وسعى في أسباب العلاج فهو على خير كما عند النسائي وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه مر على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حنظلة الأسيدي فإذا حنظلة يبكي بكاء مرا قال أبو بكر ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر. قال وما لك؟ قال كنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ووعظنا فنشطنا كثيرا فإذا فارقنا النبي عليه الصلاة والسلام وعافسنا النساء والأولاد والضياع نسينا كثيرا وغفلنا. فقال صدقت. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فقال ما لك؟ قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما لك؟ قال إذا كنا عندك تذكرنا حياة القلوب وأقبلت النفوس ونشطنا وفرحنا فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاد والأزواج غفلنا ونسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة إنكم لو كنتم على الحال التي تفارقون التي أنتم بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ومجالسكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ويخطئ كثير من الناس في فهم هذا الحديث فبعض الناس يظن أنه كما يقال ساعة لقلبك وساعة لربك هذه علمانية
هذا مفهوم خاطئ. كل الساعات لله، كل الأيام لله، كل حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكل حياتك وأعمالك وإراداتك وخطراتك وتقلباتك وتصرفاتك لله رب العالمين لا شريك له. أما ساعة وساعة فمعنى ذلك أن ساعة تصلي فيها وساعة تهدى قليلا، كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. ليس المعنى ساعة للغناء والحرام والكأس والمحرم والفاحشة وساعة لله عز وجل، لا. طيب وإذا أتاك ملك الموت وأنت على ساعة قلبك هذه التي تزعم أنها ساعة قلبك، وأنت على الكأس وأنت على الغناء وأنت على الفاحشة، ماذا تقول لله عز وجل؟ تقول: يا رب هذه ساعتي أنا حر فيها؟ هذا خطأ، هذا تعليق على الحديث الذي يخطئ فيه كثير من الناس في فهمه. فمن أسباب ضعف الهمة، وهي النقطة الثالثة من أسباب ضعف الهمة وهي كثيرة، لكني أذكر أهمها. أولا: احتقار الذات والنفس. بعض الناس وبعض الشباب وبعض النساء وبعض طلاب العلم وطالبات العلم عنده خير كثير، أعطاه الله عز وجل عقلية وموهبة وقوة وإرادة، لكنه يحتقر نفسه كثيرا، لا يرى نفسه شيئا، وهذا غلط. فيدع الساحة ويدع الجهاد ويدع العمل، بل إن بعض الناس يقول: من أنا حتى أدخل الجنة؟ إلى هذه الدرجة. بعض الناس إذا ناقشت قلت: يا أخي صلي أرجو منازل الآخرة، أطلب الجنان الفردوس الأعلى، قال: والله ما هي عند وجهي، أنا ما أظن أن يكون من أهل الجنة. وأنا شخصيا ناقشت بعض الناس، قلت لرجل من الصالحين: أنت فيك خير تبكر للمسجد، يا أخي ابذل في سبيل الله، أنفق حتى إن شاء الله تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. قال: والله ما أظن هذا، والعياذ بالله. ليه؟ هل تستكثر على رحمة الله؟ قال الصحابة: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فينبغي الإنسان أن يكون راجيا. بعض الناس يحتقر، وهذا في الحقيقة اتهام لله عز وجل. لا، الله عز وجل يده ملأ، خزائنه سحاء الليل والنهار، لا تغيظه النفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض ممن في يمينه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعطي، وعطاؤه كلام، ذلك بأنه جواد واجد ماجد، لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده شيء، ولا يثقله شيء، ولا يثقله شيء أعطاه سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحتقر أحدنا نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يرى أحدكم المنكر أو صاحب المنكر فيحتقر نفسه، يجبن، يخاف أن يأمره وينهاه. فإذا لقي الله عز وجل قال له: ما حملك على أن رأيت المنكر فلم تنكر؟ قال: يا رب هبت هذا الإنسان أو استحييت منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخاف أو تهابه. فهذا من احتقار النفس، وقد عده العلماء آفة، بل عده النبي عليه الصلاة والسلام آفة من الآفات التي تعرض للإنسان وتصده عن كثير من عمل الخير والرشاد. ثانيا: ضعف مادة القلب. القلب يا أخي كالسراج، القلب كالسراج، كالسراج الوهاج. فإذا ما كان في السراج وقود، إذا كان فيه وقود زيت نفط، فإنه تظل المشكاة منيرة ويظل مشعا ويظل فيه ضوء، لكن إذا نقصت مادته نقص النور شيئا فشيئا. فإذا زدت المادة رجع النور مرة أخرى، وإذا تركتها نفدت المادة فانتهى، ثم انطفأت السراج خمد وفتر شيئا فشيئا حتى يذهب نوره. وهكذا القلب فيه نور، فيه نور الإيمان. وقال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال أبي بن خلف وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن. قال أبي بن كعب، نعم بن خلف هذا كافر، نعوذ بالله، هذا من باب أخطأ من شدته. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: مثل نوره في قلب المؤمن، أي نور الله، أي نور الله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا أقبل ورغب الخير صار
كالمصباح المنير، لأن نور الله عز وجل فيه، فيه القرآن، فيه السنة، فيه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه اليقين. فهذا القلب كلما عمر وغمر بالإيمان وصدق بما أنزل الله عز وجل، كلما امتلأ بالخير، كلما امتلأ بقراءة القرآن، بالصلوات، بالعبادات، انعكست الهداية والهمة ونشط الإنسان إلى فعل الخير. قال القائل: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. لكن إذا نقصت مادة الخير في القلب، إذا كان ما في خير، فإن يخمل الإنسان وينام عن الصلوات وينام عن الطاعات، ويقعد عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقعد عن تبليغ دعوة الله عز وجل. أيضا ثالثا من أسباب ضعف الهمة وفتورها طول الأمد، قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي اليهود والنصارى، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهذا شأن كثير من الصالحين. يوما من الأيام يهديه الله عز وجل، يأخذ على نفسه أنه يصلي، أنه يقوم الليل، أنه يصوم الاثنين والخميس، أنه يدعو إلى الله عز وجل، يعمل من الصالحات، فيستمر يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو ربما سنوات طويلة، لكن يطول عليه الأمد وينسى أن الطريق طويل وأن الطريق لاحب وأنه عامر بالعقبات الكأداء، وأن فيه الشوكة، وأن فيه النصب، وأن فيه الدماء، وأن فيه السغب، وأن فيه سهر الليالي، وأن فيه الوحشة، وأن فيه تخلي الأحباب وتخلي القرناء، وأن فيه الطول الممل الذي يحتاج إلى صبر ونية وعزيمة. لماذا؟ لأن الثمن الجنة. قال أبو تمام: نظرت للراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وقال: من طلب العلا سهر الليالي. وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله للوجوب، يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: تهجد بالقرآن نافلة، قم الليالي إلى أسحارها، إلى أنصافها، إلى أكثر، إلى أقل، لعل الله أن يجعلك في المقام المحمود، أعظم مقام تحمد عليه وتغبط عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو عليه الصلاة والسلام أهل لهذا. فهذا أمر يجب أن نعتني به كثيرا، وهو أن طول الأمد قد يقسي القلوب، وقد يضعف الإنسان، يضعف قلبه وروحه وعزيمته وقواه عن مواصلة الطريق. فيا أخي لا تستوحش من طول الطريق، ولا من قلة الأعوان، ولا من الظلام، ولا من قلة السالكين، ولا تستطل الطريق. وكلما طال عليك الأمد فتذكر ما أعد الله عز وجل، واعلم أن الله يحيي القلوب بذكره. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فالله عز وجل يحيي القلوب بذكره وبكتابه، أما إذا كان القلب ميتا فلا حيلة فيه، والقلب إن مات لم تنفعه موعظة كالأرض إن أجدبت لا ينفع المطر. ثم إنها هنا أمورا أو قبل ذلك عندنا أمر أخير من الأمور التي تسبب ضعف الهمة وفتور العزيمة عن أعمال الخير، وهو أن بعض الناس قد يصيبه صدمة يوما من الأيام، يحصل له عارض، صدمة، موقف، أمر من الأمور يذهله فيترك عمل الخير الذي كان عليه. هذا الإنسان كما قال الله عز وجل: يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس إذا سمع أن ابن عمه أخذ أو أن فلانا تعرض له والعياذ بالله صار يخشى الناس كخشية الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهو يخاف الناس كما يخاف الله، يحلق اللحية، يطيل الثوب، ربما يبتعد عن المسجد، كل هذا خشية أن يظن أن له عملا ما فيصيبه ما يصيب فلان من المكروه، هذا والعياذ بالله يعبد الله على حرف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه أن يطيعوه في المنشط والمكره، والسخاء والرخاء والضراء، وفي العسر واليسر، وفي كل حال، وأن لا ينازع الأمر أهله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه في كل حال،
إن الإنسان المتقلب الذي يعبد الله في السراء فإذا أصابته الضراء ترك، أو بالعكس يعبد الله في الضراء فإذا أنعم الله عليه ترك، هذا إنسان متقلب، هذا في ضعف عزيمة، هذا يحتاج إلى تجديد همته. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. وبعض الناس بالعكس ما دام في الخير والرخاء والأمن والاطمئنان من أحسن الناس، عبادة ودعوة وصيام وقيام وأمر بالمعروف، فإذا خيمت أجواء الخوف وتسربت إليه نسمات الهواجس فإنه يترك ما كان عليه من عمل صالح. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شفا جرف هار ما توسط، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والصالحون كانت لا تغيرهم المواقف، مهما أصيب الإنسان بصدمة هو ما هو عليه من عمل صالح. وأذكر لذلك مثالا، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جاء في الصحيح أن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجعها الرحى حتى تفنت يداها وتشطبت وتقطعت من كثرة الرحى، كانت تطحن بالرحى وتستقي الماء وتعمل أعمالا لا يعملها الرجال، فشق ذلك عليها وطلبت من علي خادما، فقال: اذهبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي، يعني إماء عبدات، فذهبت لتطلب واحدة تعينها على هذا البيت وعلى ضياف علي. ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام فما وجدت، وجدت عائشة، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت خديجة، يعني عائشة إيش تقع يسمونها الآن خالة، خالة فاطمة، خالة عائشة خالة لفاطمة. وأيهما أكبر؟ فاطمة أكبر من عائشة بثمان سنوات، فاطمة أكبر من عائشة. ذهبت إليها قالت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أبي؟ قالت: هو غير موجود. ما الذي جاء بك؟ قالت: سمعت أنه جاءه سبي فأردت أن أطلب منه امرأة تعينني على البيت وعلى ضياف علي. قالت: أنا أقول له. فرجعت، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بلغته عائشة ما كان من فاطمة، فضاق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه خرج من الليل بعد صلاة العشاء فدخل عليهما واستأذن، فوجدها هي وزوجها علي بن أبي طالب في فراش واحد تحت غطاء واحد، فهم أن يقوم فقال مكانكما وجلس عليه الصلاة والسلام، ثم قال: بلغني عنكما كذا وكذا. قالت: نعم يا رسول الله، أنا تعبت من كثرة البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أدعك، والله لا أعطيك، وأدع أصحاب الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ولكن ألا أدلك على شيء إذا قلت كل ليلة يذهب ما بك من تعب ونصب؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قولي إذا أويت إلى الفراش. قال لها ولي علي بن أبي طالب زوجها: فقولي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل مرة 33، وزيدي الله أكبر 34، فذلك تمام المئة. فما زالت تلك عادتها كلما نامت، واستمرت على وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال علي بن أبي طالب في آخر حياته، قال: فوالله ما تركتها بعد وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الهمة، هذه قوة الهمة، الاستمرار، العزيمة. فقال له رجل: ولا ليلة الهرير ولا ليلة صفين، يعني بعد سنوات من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، في ولايته صار بينه وبين معاوية معارك، معركة صفين، وكانت أشدها معركة صفين، وكانت أشد معركة صفين ليلة الهرير، فقد تقاتلوا أول ليلة بالسيوف فتثلمت، ثم بالرماح فتكسرت، ثم عمدوا إلى الفساطيط وإلى العمد، فلا تسمع في الظلام إلا قرع العمد على الرؤوس على الهام، ثم تكسرت فتجاثوا وتحاثوا التراب فيما بينهم. هذه ليلة الهرير، يعني ليلة الضرب أو ليلة شدة الهواء، كانت ليلة شاتية فصارت فيها مقتلة عظيمة. فقال له: ولا ليلة الهرير، يعني في تلك الليلة. قال: ولا ليلة الهرير، يعني ولا في ليلة الهرير تركت هذا الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمواقف الشديدة والصعبة لا تذهل أهل الخير عما كانوا عليه من عمل صالح. ثم بعد ذلك نأتي إلى لب المحاضرة وآخر نقطة فيها وزبدتها، وهو: ما الأمور
التي هي كفيلة بتجديد الهمة؟ ما هي الأمور التي تجدد همة الإنسان إذا فترت؟ الأمور كثيرة، لكني أذكرها على سبيل الاختصار وبعضها أبسط فيه القول حسب الداعي إن شاء الله تعالى. أولا، تذكر وعد الله عز وجل. فالإنسان إذا كان على علم أو على عبادة أو على دعوة أو على خير أو على عطف على المساكين وعلى قيام على مبرات خيرية، يجب دائما أن يتذكر ما أعد الله للمجاهدين، وما أعد الله للمرابطين، وما أعد الله للمستقيمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كلما تثاقلت خطوته تذكر هذا الجزاء العظيم فنشط مرة أخرى. مثل الإنسان الذي يمشي في طريق طويل، طريق طويل في طريق لاحب، طريق متصحر، تتخطف الشوك والشجر عن يمينه وشماله، وتنكم الحجارة قدميه، وتثلم رجليه، وتكدم أصابعه، ويسيل دمه، ويسقط في حفرة ويقوم من أخرى، وتتعرض عوارض الجو وقطاع الطريق، فهو في خوف وفي وحشة. هذا مثل إنسان في الحياة الدنيا. وكلما هم أن يقعد تذكر أن أمامه الرفيق، أن أمامه محمد صلى الله عليه وسلم، أن أمامه جنة خضراء وماء الرواء وجنة فيحاء وغناء، وأن أمامه رب العالم رب العالمين سبحانه وتعالى، يجد الله يكرمه ويضيفه سلام قولا من رب العالمين. فإذا تذكر هذا نشط وأقبل، كما قال: لا أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند معادي. مثل الإنسان، الإنسان مثلا في هذه الحياة، عندنا شاب مثلا يريد أن يتزوج ويعلم أنه لا بد أن يجمع ريالا على ريال ودينارا على دينار ثم يشتغل، فإذا تذكر أن عليه أن يجمع 50,000 ريال وأن ما معه إلا 100 ريال فتر وضعف. لكن إذا تذكر جمال المرأة، وإذا تذكر طيب الحبيب، وإذا تذكر لذة العناق بالحلال، وإذا تذكر ما أمامه، فإنه ينشط وينفض الغبار والتعب ويستلذ التعب حتى يحصل على بغيته ومقصوده. وقديما قال الشاعر: ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، فسلعة الله الجنة أغلى من ذلك وأولى. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثانيا، من الأمور التي فيها إن شاء الله تعالى تجديد الهمة والعود إلى النشاط على أعمال الخير التي كان عليها الإنسان من علم وجهاد ودعوة وأمر بمعروف وقيام على ثغور الإسلام، أي عمل كل منا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، تذكر وصية الرسول عليه الصلاة والسلام الاستقامة في المنشط والمكره وفي الحلاوة والمرارة وفي كل أمر من أمور الإنسان وقد تقدم. ثالثا، تذكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا كان عمله ديمة، ما كان يعمل عمل ويتركه أبدا، كان يعمل العمل ويستمر عليه. وفي الحديث: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. كان عليه الصلاة والسلام يداوم، قام الليل سنة وسنتين، لا، قام الليل حتى توفاه الله عز وجل، دعا إلى الله حتى توفاه الله، هو على فراش الموت يدعو الناس إلى الله. كلما أفاق إذا اشتد عليه المرض والموت غاب عن وعيه، فرفع عنه الخميصة وأخذ ماء ووضعه على وجهه من شدة الموت، من شدة حرارة الموت، يبرده عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: والله ما كنت أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت إذا أفاق قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لو أبرز قبره، غير أنه كره أن يتخذ مسجدا فأخفي قبره. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. دعاء ودعوة وجهاد وأمر بالمعروف. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الموت يعالج سكرات الموت، دخل عليه أخو عائشة، دخل عليه ابن أبي بكر وفي فمه سواك، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك ويواظب عليه ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء.
وكلتاهما صحيحة. وكان يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وكان يقول: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بدون سواك. وكلها حديث صحيحة. كان يحبه، فقالت عائشة وكان في حجرها، قالت: وعرفت أنه يحبه، فقلت: يا رسول الله آخذه لك؟ قال: نعم. قالت: فأخذته فقضمته فطيبته ثم دفعته إليه، فاستن استنانا لم يستن مثله قبل، من قط لم يستن مثله قط، يعني من قبل، يعني استاك سواكا ما استاك مثل من قبل، كان يتهيأ للقاء الله عز وجل. قالت: فما عدا أن فرغ، يعني تعني من السواك، حتى مات عليه الصلاة والسلام، حتى قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. فهذا عليه الصلاة والسلام يحب المداومة على العمل، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة الله وسلامه. وله عليه الصلاة والسلام أخبار كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا همة عظيمة جبارة، كانت همته تهد الجبال ويعجز عنها الرجال ولا توازيها كرام الفعال. كان عليه الصلاة والسلام لما أيس من أهل مكة ذهب إلى أهل الطائف. انظر الهمة، انظر الهمة، ذهب على قدميه إلى الطائف، وهل ذهب في موكب رسمي؟ هل ذهب معه بعثة إعلامية؟ هل وصفت رحلته ونقلت نقلا حيا على الهواء مباشرة؟ أبدا، ذهب وحده عليه الصلاة والسلام على قدميه على رجليه في هذا الطريق اللاحب الطويل الشاق الجبلي. فلما وصل إلى الطائف قصد رجالها وأمراءها ودعاهم إلى الله عز وجل، قال: إما أن تقبلوا مني أو تكتموا عني. فما قبلوا ولا كتموا، بل أغروا عليه السفهاء وحضوا عليه العبيد، فرموه عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى خرج مودعا بمثل ما استقبل به من سب وتعنيف وشتم، وإن الدماء لتسيل على عقبيه عليه الصلاة والسلام. فهام على وجهه وسمع نقيضا من فوقه، فإذا هو جبريل يسلم عليه فيقول: إن الله عز وجل قد سمع ما قال لك قومك، وقد بعث معي ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظروا إلى الهمة، الهمة العظيمة ليست قضية يوم أو يومين ثم برود، لا، انتظار وصبر ومصابرة ومثابرة ومداومة. وما مات حتى أقر الله عينه، بينما كان يطوف مستخفيا إذا به يدخل قويا عزيزا مظفرا منتصرا، وإذا تحته هؤلاء الذين كانوا يكيدون له ينتظرون حكمه عليه الصلاة والسلام، ويخفق الأصنام بالعصا ويضربها وهي تتدهده وتتساقط من حول الكعبة، ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه حالة عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الأمور التي تنشط العزيمة إذا فترت والهمة إذا بردت الاعتبار بحال الصالحين. فاقرأ يا أخي في حياة الصالحين، اقرأ في دواوين أخبارهم، الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأئمة والسلف، تجد جنة فيها أينعت، فيها من كل ثمر، فيها من كل ما لذ وطاب، قنوان دانية وثمار باسقة، وأرض وتربة رياء، وماء رواء، وظل ظليل، وهواء عليل، فيها من كل بستان قطرة، ومن كل بحر قطرة، ومن كل بستان زهرة، في العلم والعبادة والأدب والدعوة والجهاد، وفي كل مجال من مجالات الحياة ترى همة عظيمة عند القوم. ولذلك الإنسان إذا ذكر بحال السلف نشطت النفس. أنت إذا قرأت الآن، إذا قرأت في كتب التراجم وقرأت أخبار السلف في العلم والجهاد والنفقة والصدقة، تنشطت ويعني تكاد تستبق الأحداث، تريد أن حدثا ما حتى تعبر عن قوتك، تبحث عن أعمال الخير لأنك تأثرت بما قرأت. ولهذا كان السلف يقولون: نحن مع الأموات، مجالستنا للأموات أحسن إلينا من مجالستنا للأحياء، يعني يريدون قراءة كتب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تقدم قصة علي قبل قليل، كذلك ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الشاب كان شابا نشأ على العبادة، كان صالحا منذ أن نشأ، حتى بحث له أبوه عن زوجة من أجمل نساء قريش، وكان أبوه يسأل زوجته ويقول: كيف تجدين عبد الله؟ فتقول: عبد الله ليس له هم فينا، رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يرقد ولا يفطر. وكان من الثلاثة الذين اجتمعوا، وهم هو
وعلي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون أرادوا أن يختصوا أن يتبتلوا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، وهو عبد الله بن عمرو. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه وقال له: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لا تصم، صم من الشهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال: صم 2 في الأسبوع. قال: أطيق أكثر. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل. قال: لا أفضل من هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: اختم القرآن كل شهر. قال: أطيق أفضل. قال: اختمه كل 20. قال: أريد أكثر. قال: اختمه كل 10. فما زال ينازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال: اختمه في 3 أيام. ولما كبر وتعب وضعف قال: يا ليتني كنت قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعب من كثرة الصيام، قيل له: الآن أترك الصيام. قال: لا، وكان إذا تعب أفطر أياما وأحصاها ثم صامها، ويقول: لا أحب أن أترك عملا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، همم تناطح الجبال، همم تناطح الثريا وتعاليها، همم تعجز عنها الرجال وتندك لها الجبال، لكنهم سلف الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم مثلا أبو بكر رضي الله عنه في الردة، لما ارتد الناس كلهم كل جزيرة العرب وخاف الناس، قال عمر: يا أبا بكر، نحارب الناس كلهم؟ تجتمع علينا الجزيرة. فقال أبو بكر: والله لو حاربنهم ولو تخطفت كلاب المدينة أمهات المؤمنين من أرجلهم. همة. قال: والله لا أبعثن جيش أسامة ولو عدت كلاب المدينة على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لو حاربن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت عزم أبي بكر عرفت أنه الحق، فشرح الله صدري له، فقاتل الناس حتى رجعوا إلى دين الله عز وجل. سعد بن معاذ، عمر بن عبد العزيز، كان له همة، يقول: إنني لي نفسا همامة، إن لي نفسا تواقة، ما حازت على شيء إلا ورجت ما هو أعلى منه. حازت على الإمارة فتمنت الخلافة، وحازت الخلافة فتمنت الجنة. وهذا يذكرنا بالنابغة الجعدي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشعراء الفحول، كان ينشد على الرسول عليه الصلاة والسلام قصيدة الرائية البليغة الأريبة، فشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه البيان والفصاحة، فتبسم له وقال: إن من البيان لسحرة، أنشدنا يا بليلة. فقال: يا رسول الله، وننكر في يوم الكريهة خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أحمر، ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم حتى قال: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين يا بليلة؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: لا فض فوك. فمات ولم تسقط له سن واحدة بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه همة، هو أراد الجنة، ما يكفي الدنيا ومطالب الدنيا، لا، يريد أعالي الجنان. وكذلك الصالحون لهم أخبار طويلة يقصر المجال عن ذكرها، فانظروا مثلا من قصصهم في العلم قصة المحمدين، وهم 4 من السلف: محمد بن أبي حاتم صاحب التاريخ، ومحمد بن خزيمة صاحب التوحيد، ومحمد بن هارون الروياني صاحب المسند، ومحمد بن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة. هؤلاء كانوا أئمة في العبادة وأئمة في العلم، حتى إنهم خرجوا إلى مصر، خرجوا يطلبون العلم، وكانوا كلهم أئمة وحفاظا، فجعلوا يطلبون العلم وجاعوا ولم يجدوا طعاما ولا دراهم يشترون بها، لأنهم كلهم فقراء لا يجدون، شغلهم العلم وطلب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحملوا يوما ويومين وثلاثة وما جاءهم طعام، حتى هموا أن يتسولوا من شدة الفاقة، غرباء وفي البيت ولا أحد يطلع عليهم، يكتبون في الليل والنهار، هذا يملي وهذا يكتب، فهموا أن يسألوا الناس، فضربوا قرعة فوقعت على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقالوا له: اذهب والتمس لنا طعاما. وكان ذلك يشق على نفسه كثيرا، سؤال الناس مذلة. قال: دعوني أستخير. فاستخار ودعا الله عز وجل،
فما أتم صلاته حتى طرق الباب. فلما فتحوا الباب إذا مندوب الأمير وإذا معه أربع صرر، قال أنتم المحمدون؟ قالوا نعم. قال أين محمد بن جرير؟ قال أنا. قال خذ. أين محمد بن خزيمة؟ أنا. خذ. أين فلان؟ أين فلان؟ قالوا وما الذي أدرك عنا؟ قال إن الأمير يريدكم. فذهبوا إلى الأمير فقال لقد كنت نائما في القيلولة فرأيت هاتفا يقول أتنام وتترك المحمدين وهم يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إليهم فإنهم في المكان الفلاني فإنهم في حاجة. وهذا من كراماتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه همة. اقرأ يا أخي ما جاء عن أبي حاتم الرازي صاحب التاريخ وغيره، واقرأ مقدمة كتابه الجرح والتعديل، تجد همم عالية في طلب العلم. يقول عن نفسه مشيت كذا وكذا من الفراسخ، والفراسخ إذا قدرت بالأميال فوجد أنه مشى أكثر من 1000 كيل، من 1000 كيل على رجليه، 1000 ميل، 1000 من الأكيال مشاها في طلب العلم على رجليه. ثم أحصى وأحصى قال حتى مللت فتركت العد، وأغمي عليه مرات كثيرة وهو في سبيل طلب العلم. أخبر عن نفسه قال ركبت البحر فتهنا في البحر 3 أشهر حتى نفد ما معنا من الماء، وإن شربوا من الماء المالح هلكوا. فرفعت بهم السفينة إلى جانب البحر ومشوا وهم 3، معه شيخ ورجل آخر رفيق، ومشوا يوما ويومين، واليوم الثالث لم يأكلوا حتى سقط صاحبهم الشيخ من شدة الجوع وهو يحكي عن نفسه، قال فذهبنا فتركناه نمشي 2، فلما تعبت سقطت أنا. فذهب صاحبي يمشي وحده فرأى سفينة قد رست فأشار لهم، لوح لهم فجاءوا وأعطونا ماء فأحضر الماء ورشني فأفقت ثم شربت، وذهبت إلى صاحبنا الشيخ فسقيناه ثم شرب ومضينا. قال شربنا من الماء وبقينا أياما لا نشرب إلا الماء من قلة الطعام. قال ثم كاد يقتلنا الجوع فرأينا سلحفات قد خرجت من البحر كالترس، فأخذنا صخرة وضربناها فانكسر ظهرها فخرج منها مثل الصفار البيض، فأخذناه فاحتسيناه حتى نسكت عنا ألم الجوع. كان لهم أخبار رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي دفعهم إلى هذا الهمة في طلب علم وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولهم أخبار في ذلك كثيرة. وهذا أيضا أحد الصالحين العلماء يذكر أنه شرب بوله مرتين في الصحراء من قلة الماء وهو يطلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا للضرورة جائز، الضرورات تبيح المحظورات. وابن حزم كان يحاور صاحبا له معروف من أئمة الحديث يقال له أبو الوليد الباجي، وكان الاثنين حافظين وكان آية في الحفظ، وابن حزم أميز. فلما انتهيا من المناظرة اعتذر أبو الوليد الباجي، قال يا أبا محمد إني أعتذر إليك، فوالله إنني لا أجد نورا أكتب الحديث إلا على سرج الحراس من الليل، فقير ما عنده شيء. قال ابن حزم أما أنا فإني أعتذر إليك فإنني أكتب على منائر الذهب والفضة، لأن ابن ملوك ابن وزراء، ويقول حياة الترف أثرت علي ما تمكنت من طلب العلم. فهذا يعتذر من وجه وهذا يعتذر من وجه، رحم الله الاثنين. الإمام مالك رحمه الله قيل إنه بلغ به الحاجة حتى نقض بيته وباع سقف بيته، باع الخشب من أجل أن يحصل على مبلغ يطلب العلم. ابن أبو حاتم باع ثيابه من شدة الجوع حتى يحصل على طعام فيشتري، حتى يحصل على دراهم فيشتري طعاما وحبرا يكتب به. وأخبارهم كثيرة في العبادة وفي العلم، وما دمنا في العلم فلا بأس أن نستطرد، لأن الصالحين عادة إذا تركوا العلم وتركوا العبادة فذكروا بمثل هذه النماذج وقرأوها حياة النفوس على طريقة قول الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا فأتاهم المفتاح ودعاهم وداعي الحقيقة مرة فغدوا به مستانسين وراحوا. هذا ينطبق على السلف. ابن عيينة كان يوم من الأيام، سفيان بن عيينة كان حافظا عالما محدثا له أخبار كثيرة وهو شيخ الإمام أحمد، كان يوم من الأيام جالسا وعنده بعض أصحابه في مجلس حديث، فدخل طفل صغير ومعه محبرة فضحكوا عليه. طفل صغير ما الذي جاء به إلى مجلس إمام الدنيا ابن عيينة؟ فقال لهم سفيان بن عيينة قال مما تضحكون؟
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت سفيان إلى صاحب له يقال له نظر فقال، والقصة رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: لو رأيتني يا نظر وعمري 5 سنين، طولي 7 أشبار، وأنا كشعلة نار، وذيلي بمقدار ثياب كمام وثياب صغار، وكمام قصار، ونعلي كأذن فار، أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، مقلمتي كالجوزة، ومحبرتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير، فضحك الحضور. كانت تبعث به أمه وهو صغير يجلس في مجالس كبار العلماء والمحدثين، ما احتقر نفسه، هذه همة عالية. فما زال حتى جمع فأوعى وجمع الحديث وطلب العلم وصار محدث الدنيا، ويكفي أنه خرج تلامذة مثل الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة ومجدد الدنيا عليهم رحمة الله ورضوانه. ابن جرير الطبري المؤلف الكبير المشهور مر على أترابه وزملائه فقال لهم: أتنشطون للتفسير؟ قالوا: كم تكتب؟ قال: كذا وكذا 1000 صحيفة. قالوا: والله ما عندنا همة. فاختبأ وجلس يكتب ويكتب حتى خرج بعد ثنيات إليهم وقال: انتهيت من التفسير، وأخرج لنا هذا الكتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن، كتاب يعتبر مرجع لكل التفاسير التي جاءت بعده. ثم قال لهم: أتنشطون للتاريخ؟ قالوا: كم تكتب؟ قال: كذا وكذا من 1000 الصفحات. قالوا: والله ما بنا همة. فدخل وألف وخرج لهم، وقد أنتج كتابه تاريخ الأمم والملوك، وهو أيضا من مراجع التاريخ، وكل من أتى بعده كانوا عيالا عليه في التاريخ رحمه الله رحمة واسعة. ابن بهلول من علماء الحديث ذكر الذهبي في ترجمته أنه كان يحفظ 50,000 حديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظها بأسانيدها. قال الذهبي: هكذا فليكن الحفظ وإلا فلا. والرجل منا اليوم إذا حفظ 1000 حديث بسنده جل في أعين الناس ونظروا إليه نظرة أخرى. هذا يقول الذهبي، ونحن نقول: الواحد منا إذا حفظ 100 حديث بدون أسانيدها نظر الناس إليه نظرة إكبار، فالله المستعان ولله في خلقه شؤون. طيب، وكذلك في العبادة، وكذلك ننظر إلى حياة الصالحين في العبادة. مجاهد بن جبر الجند كان عابدا، كان عنده همة في العبادة حتى مات وعمره 80 سنة وهو ساجد بمكة، مات وهو ساجد بمكة، وهذه خاتمة حسنة ما شاء الله. فرق بين هذه الخاتمة ومن مات على دعارته ومن مات على شطارته، الشطارة بمعنى الدعارة، ومن مات على سكارته ومن مات على ضلاله، نعوذ بالله من سوء الختام. حدثني أحد الصالحين أثق به قال: كان هناك رجل صالح من أهل الطائف، وكان عابدا صالحا فاضلا، ما دمنا في مقام حسن الخاتمة لأن الشيء بالشيء يذكر. قال: فدخل نزل إلى مكة محرما هو وبعض أصحابه، فجاءوا وقد انفضت صلاة العشاء، فتقدم يصلي بهم وهو محرم في الحرم وهو في سبيل الخير وخارج لله عز وجل، فقرأ سورة والضحى. فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى شهق، فلما قرأ: ولسوف يعطيك ربك فترضى، سقط فمات عليه رحمة الله. نسأل الله حسن الختام. مثل مجاهد مات وهو ساجد. عمرو بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان يقول: اللهم إني أسألك حسن الختام. قالوا: وما حسن الختام؟ قال: أن أموت وأنا أصلي. فجلس طول عمره لا يفوته الصف الأول حتى جاءه مرض الموت، فنادى المنادي الله أكبر وهو في بيته، فلما قال حي على الصلاة بكى. قال أولاده: ما يبكي؟ قال: والله إنها أول مرة أسمع المؤذن وأنا في البيت، خذوني إلى المسجد. فأخذوه يهادونه بينهم حتى قاموه في الصف الأول فصلى وهو جالس، فلما بلغ التحيات قبض الله روحه وهو يصلي وأعطاه ما سأل. خواتيم حسنة. أحد الصالحين كان يقرأ سورة ياسين، فلما بلغ قوله عز وجل: إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لفي ضلال مبين، قبض. فلما قبض خاف الناس، قالوا: والله هذه خاتمة موحشة، إني إذا لفي ضلال مبين. والرجل صالح، فرأوه في المنام، رآه بعض أصحابه، فلما رآه سلم عليه فقال: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأحد الصالحين كان في المدينة في السنة الماضية، هذه قريبة، أعني هذه القصة التي سأذكرها،
كان في المدينة وكان مع أصحاب الله على خير، وكان رجلا صالحا، رجل علم ودعوة. فلما دخل المدينة هو وأصحابه وكانوا على سفر سقطا، فشهق وأزبد فمه، فعرفوا أنه يعالج الموت. فلما أجلسوه قال لأصحابه قولوا لا إله إلا الله، هو يلقنهم، ثم مات. قالوا رحمه الله ما ترك الدعوة إلى الله حيا ولا ميتا. هذه خواتيم حسنة إذا تذكرناها ورأينا الصالحين الذين ماتوا على هذه العبادة والعلم والجهاد والبذل والدعوة والأمر المعروف نشطت الهمة إن شاء الله، وتمنينا أن نكون مثلهم وسعينا في سلوك سبيلهم. وأخبار السلف كثيرة، فقد منهم يحيى بن سعيد القطان وهو محدث شيخ الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن سعيد، نعم القطان، يحيى بن سعيد القطان هو شيخ الإمام أحمد، وشيخ يحيى بن معين، وشيخ علي بن المديني، وشيخ كثير من المحدثين. كان يقول عنه تلميذه يحيى بن سعيد القطان، كان يقول تلميذه يحيى بن معين يقول كان شيخنا رحمه الله قال ظل 40 سنة يختم القرآن كل يوم وليلة، 40 سنة يختم المصحف كل يوم وليلة. هذا ما فترت همته، نشط حتى لقي الله عز وجل. قال وبقي 20 سنة لم يفته الزوال في المسجد، يعني يباكر الزوال قبل الزوال يأتي إلى المسجد. هكذا كان الصالحون. ولا يتسع المجال لذكر أخبارهم، أخبارهم كثيرة في العبادة وفي العلم وفي كل الأعمال الصالحة. فمن أجل ضيق الوقت نستمر. ثم من الأمور التي تحيي الهمة وتنشطها وتجددها الاعتبار بحال العامة. إذا لم تعتبر يا أخي طالب العلم ويا أخي صاحب العبادة ويا أخي صاحب الدعوة، يا من وهنت همتك، يا من ضعف عزمك، ويا أختي المسلمة أيضا، إذا لم تعتبروا بحال هؤلاء الصالحين فاعتبروا بحال العامة. أنتم تشاهدون طلاب الدنيا يركضون ويسابقون، حتى أو قبل ذلك العامة وهم يسابقون إلى أفعال الخير. إن من المؤسف أن ترى عاميا يتقطع، عامي كبير سن أو صغير سن، يتمنى لو أن عنده من العلم مثل ما عندك فيبلغ دعوة الله عز وجل، وأنت عندك العلم وتنام عليه. ما يصلح هذا. كثير من العوام على طريقة صالحة، وكثير منهم يدعون إلى الله عز وجل، يخطئون أحيانا ويصيبون، لكن هذا جهد مقل وجزاهم الله خيرا. فاعتبروا بحال هؤلاء العوام. ذكر ابن كثير قصة طريفة لا بأس أن أذكرها لكم من باب الفائدة. قال ابن كثير، ذكر في ترجمة رجل في البداية والنهاية، قال كان له على أمير دين، أمير من أمراء بني العباس، فطلب أحدا طلب دينه من الأمير فرفض، فطلب أحدا يتشفع عند الأمير، قالوا لا يستخلص حقك إلا ذلك الخياط، الشيخ الخياط، رجل كبير. فقال خياط وشيخ من هذا يكون؟ قالوا لا يستخلص حقك إلا هو. فذهب إليه فأخبره، رأسا أغلق محله ومشى معه. فلما دخل الخياط على الأمير، خياط فقير، قال له أعطي فلانا دينه. قال الأمير سمعا وطاعة وحبا وكرامة، فأخرج صرة الدنانير وأعطاه إياه. فرجع هو والشيخ، قال له إن أمرك لعجب أيها الخياط، أنا تشفعت بأمراء وتشفعت بعلماء وما قبل، وأنت قبل شفاعتك؟ قال نعم، أنا لي قصة، وهي أنني يوما من الأيام أغلقت محلي في المساء ورجعت إلى منزلي، فسمعت صياحا، فجئت فإذا زعيم الترك، والترك كما نعرف أتى بهم المعتصم ثم الخلفاء بعده ليكونوا جندا لدولة العباس، منهم من أتى بالبويهيين الفرس ومنهم من أتى بالترك، فهؤلاء أتوا بالترك، والترك لما ضعف الخلفاء تنمروا واستأسدوا وصارت لهم الصولة، حتى صاروا يجرون الخليفة بالحبل في الشوارع، وصاروا يقتلون الخليفة ويولون هذا، قوي سلطانهم وشوكته، وصاروا يفسدون في الأرض فسادا كبيرا، إلا ما قل منهم في زمان العباسيين، لأن الجند بطبيعتهم عندهم شيء من القسوة والتسلط. فقال فسمعت امرأة تصيح، قال فجئت فإذا فتاة ما وقعت عيني على أجمل منها كفلقة قمر، وإذا
هذا الجندي هذا الزعيم التركي يجرها إلى بيته والناس يتفرجون، وهي تصيح وتقول أطلقني بالله عليك، زوجي حلف علي بالطلاق، إن بت ليلة خارج المنزل أن أطلق. ثم تلتفت إلى الناس تقول أنقذوني من هذا الظالم، ولكن أحدا لا يتقدم لها خوفا من سطوة هؤلاء الجند الترك. فلما رأى ذلك قال له اتق الله وأطلقها، فلم يلتفت إليه وأدخلها وهي تصيح، فشق ذلك على نفسه على نفس الخياط، وهو يسمع صياحها وأنينها ليفعل بها الفاحشة، فطرق الباب فخرج مستشيطا غضبا. قال له ما بك؟ قال أخرج المرأة. فأخذ لوحا فيه مسمار وضرب به رأسه فشجه فسقط مغمى عليه، وهرب الناس، لأن الناس العامة العوام كما يقال يجمعهم الطبل ويفرقهم العصا، إذا أردتهم ما وجدتهم، فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. قال فعم الظلام وتفرق الناس وأنا مغمى علي، فتحاملت على نفسي وعصبت جراحي ورجعت إلى منزلي وأردت أن أنام، فتذكرت هذه المسكينة وقولها إن أبت خارج المنزل طلقني زوجي. قال فذهبت وطرقت الباب عليه حتى ينغص عليه سروره. قال فخرج علي فضربني ضربا مبرحا حتى سقطت من قوتي، وبقيت لا يلتفت لي أحد، فتحاملت على نفسي ورجعت إلى منزلي، فتذكرت هذه المسكينة وما تعاني وماذا ستواجه، فلا أدري كيف أصنع. فجلست طول الليل أفكر، انظروا إلى هم الأمة كيف يؤرق كثيرا من العوام، وهم المساكين وهم المحتاجين والموتورين. يقول فهداني الله إلى فكرة، ذهبت آخر الليل وصعدت على المنارة فأذنت وقلت الله أكبر ورفعت صوتي بالأذان قبل أذان الفجر، يقول حتى ينتبه هذا المخمور السكير فيخرج البنت، يظن الفجر قد طلع لعلها تذهب إلى زوجها فلا يطلقها. يقول فلم أشعر إلا والعسس وجنود الخليفة يتراكضون ويطوقون المسجد، فأخذوني وأمسكوني وقالوا ما بك؟ ما بك تؤذن هذا الوقت؟ هل أنت سكران؟ لقد سمع الخليفة أذانك. فقال أحضره لي، فأدخله على الخليفة فإذا ثيابه ممزقة وإذا دماؤه مضرجة. قال له ما بك أنت؟ ويلك. قال إن خبري كيت وكيت وكيت وكيت، وقص عليه القصة من أولها إلى آخرها، وقال فأردت أن أؤذن لعله يتركها تذهب إلى زوجها. فغضب الخليفة وخرج هو وجنده وطرق على هذا القائد التركي الباب، فلما خرج أمسكوا به فقطعوا رأسه ورموه في دجلة، ثم أخرجوا البنت وأحضروا زوجها وشفع لها الخليفة وقال إن نشهد أنها ما أتته مطاوعة ولكن الخبيث أرغمها فقبل عذره. ففرح الخياط وقال الخليفة قال الخليفة للخياط قال إذا رأيت أمرا منكرا عند أمير أو قائد أو وزير أو أي أحد فعلامة بيني وبينك الأذان، أذن وأنا أرسل الجند معك فيقضون على هذا المنكر. ولهذا لما ذهب مع هذا الرجل إلى الأمير قال له أعطه حقه وإلا أذنت، فصارت هذه علامة فأعطاه حقه في الحال. إذن كثير من العوام هداهم الله عز وجل إلى خيرات كثيرة وإلى همم عالية، فينبغي أن نعتبر بهم. كذلك الاعتبار بحال طلاب الدنيا، إننا نرى كثيرا من طلاب الدنيا يريدون الدنيا الفانية الحقيرة، التجارة، يريدون النساء والزواج، يريدون المناصب، يريدون الملك، تجد هممهم تناطح السحاب، همم عالية قوية كالفولاذ، همم حديدية لا تني ولا تفتر حتى يحوز مطالبهم. هذا يجمع ريال على ريال حتى يبني عمارة شاهقة، هذا يجمع ريال على ريال حتى يتزوج، هذا حتى يبني مؤسسة، لماذا ما فتروا؟ فاعتبروا يا أهل الآخرة ويا أهل الدين ويا أهل العبادة والعلم والإيمان، إنكم ترجون من الله ما لا يرجون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. نقرأ مثلا في أخبار امرئ القيس، كان أبوه ملكا فعدت عليه أسد فقتلته، فجاء وأخبر وهو يشرب الخمر فقال اليوم خمر وغدا أمر، فجند نفسه وصار يطوف على قبائل العرب يريد أن يعيد ملك أبيه، فلم يستجيب له خوفا من بني أسد، فخرج إلى هرقل هناك في تركيا في قسطنطينية يطلب شفاعته ويطلب نصرته حتى يعيد ملكه، ويقول لصاحبه
لقصيدة الرائية يقول: أرى أم عمرو دمعها قد تحدر، بكاء على عمرو وما كان أصبر، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. همة. وكان يقول في قصيدة اللامية يقول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فمات ولم يحصل على ملكه، مات وهو مسافر في سبيل الحصول على ملكه ودنياه. سمه هرقل قيصر، فبعث له جبة مسمومة فعرق عليها وكان به جروح، فمات قريبا من أنقرة. وكان آخر ما كتب أن قال: رب طعنة متعنجرة وقصيدة محبرة، كتبت بأعلى أنقرة. المهم أن طلاب الدنيا لا يفترون. المتنبي طاف الدنيا من مصر للعراق للشام للجزيرة، كل ذلك يطلب شيئا من الدنيا، قضى حياته وجند شعره وعبقريته من أجل أن يحصل على الدنيا، فما حصل على شيء. هؤلاء طلاب الدنيا. كان يقول: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا، سراعا شدادا إذا لاقوا، سراعا سراعا إذا دعوا، كثيرا إذا عدوا، قليلا إذا شدوا، وطعن كأن الطعن لا طعن دونه، وضرب كأن النار من حره برد. فمات وهو يحاول أن يحصل على شيء من الملك، وقتل ببيت قاله: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والرمح والسيف والقرطاس والقلم. لقيط بن زرارة كان شابا فاتكا، يوما من الأيام دخل وهو يتبجح، وكان من أجمل الشباب، دخل وهو ينظر إلى عطفيه، فقال له أبوه: ما لك تنظر إلى عطفيك كأنك أتيت ببنت ذي الجدين، وكانت بنتا من أروع الناس جمالا. فقال: والله لا أدخل البيت حتى آتي ببنت ذي الجدين، وركب فرسه وذهب. في الحال انظر الهمة، همة طلاب الدنيا. فذهب حتى غزا أباها وشن عليه الغارة وأخذ ركائبه ونجايبه، ثم هرب بها، فلحقه أبوها، قال له: لا بأس، البنت تزوج بها، تزوجها، ولكن الركائب دعها لنا. فترك الركائب ورجع بالبنت، ولم يشعر أبوه إلا ولقيط يدخل ومعه بنت ذي الجدين، وبقيت معه مدة، وهي صاحبة المثل المشهور. لما قتل لقيط بن زرارة تزوجت بزوج آخر، زوج آخر، شاب آخر فيه شجاعة لكن ليس كلقيط. قال لها: لماذا لا زلت تذكرين لقيطا؟ أنا مثل لقيط. قالت: لا. قال: في أي موقف أعجبك لقيط؟ قالت: إذا دخل علي من المعركة، أو دخل من وقد صاد صيدا فريسة فجاني وبه أثر الدم وسلم علي. قال: أنا أفعل. وذهب وعقر بقرة وحشية، ثم جاء وثيابه فيها الدم وسلم عليها. قال: هل أصبحت مثل لقيط؟ قالت: مرعى ولك السعدان. فذهب هذا مثلا، مثل مشهور. فالحاصل أن طلاب الدنيا لا ينون ولا يفترون ولا تكل عزائمهم، فينبغي أن نكون مثلهم أكثر. كذلك الاعتبار بحال الكفار. انظروا إلى اليهود كيف جاهدوا منذ أن أخرجهم عمر رضي الله عنه من فلسطين، جاهدوا وصبروا وبذلوا وناضلوا وعقدوا المؤتمرات حتى أخذوا فلسطين رغم أنوف المسلمين والعرب. لماذا الكفار أكثر منا همة؟ انظروا إلى اليابان، دولة مهزومة ضربت فما زالت تعمل وتجتهد حتى أصبحت من أقوى دول العالم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أيضا ما نجده، نجد دائما الكفار أقوى همة وعزيمة وشكيمة من المسلمين. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. قال عمر رضي الله عنه: عجبت. قال: أشكو إلى الله جلد الفاجر وضعف المؤمن، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. وأخيرا، إذا لم نعتبر بحال هؤلاء، ينبغي أن نعتبر بحال الحيوانات والجمادات. ننظر إلى الحيوان كيف يحاول ويحاول حتى يحقق مقصوده. وقد ذكر في كتب الحيوان أخبار طريفة، لكن لضيق الوقت نختصر ذكرها. معروف قصة الرجل الكسول الذي حاول أمرا فلم يستطع، فنام تحت جذع شجرة، فرأى نملة تصعد ثم تسقط، ثم تصعد ثم تسقط، ثم تصعد ثم تسقط، فمر وقت طويل حتى رآها وقد وصلت إلى قصدها.
قال هذه النملة أقوى مني همة وعزيمة، فاستحي على نفسه ورجع واستفاد من نملة. قالوا الماء أضعف شيء، الماء أضعف شيء، والصخر أقوى شيء، فإذا تتابع الماء على الصخر ونقط نقطة ونقطة ونقطة فإنه لا تمر سنوات طويلة حتى يحفر فيها حفرة، وهذا أمر معروف عند الناس. فينبغي لكل أحد من طلاب العلم ومن فترت همته وعزيمته عن العلم والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف وأبواب الخير من الرجال والنساء والكبار والصغار أن يحرص على تأمل ما ذكرت والاقتداء به حتى تعود همته قوية والثابة ويعود إلى ما كان عليه من عمل الخير، فإن ترك عمل الخير مذمة ونقص بالإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ابن عمر: نعم الرجل لو كان يقوم الليل، لأنه ترك قيام الليل، ترك العمل الصالح. رأى رؤيا، ابن عمر رأى رؤيا كما في البخاري، فقص على أخته حفصة وأمرها أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى كأن في المنام كأنه جاءه رجلان فأخذاه من يديه ووقف به على النار، فرأى النار وإذا هي كبئر مطوية، ورأى ما فيها من الأهوال حتى أشفق أن يقع فيها، فسمع قائلا يقول له: لن تراع لن تراع. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم الليل. وكان قد ترك قيام الليل، فلما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يدع قيام الليل إلا قليلا. فما أقبح الحور بعد الكور، وما أقبح الرجعة بعد الفيئة، فاعتبروا يا أولي الأبصار وارجعوا إلى ما كنتم عليه من أعمال صالحة من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة وتوزيع للكتب والأشرطة ودعوة للرجال والنساء، كل على ثغره وكل بجهده، والله عز وجل يتولى الصالحين. أديت مناسك الحج ولم أستطع القيام بطواف الوداع وطواف الإفاضة بسبب عذر شرعي، ولم أستطع حتى الآن الذهاب إلى مكة لأداء طواف الوداع وطواف الإفاضة، فماذا أفعل لإكمال مناسك الحج؟ عليك أن ترجعي حالا إن استطعت إلى مكة، ثم تطوفي طواف الوداع، وبعد ذلك عليك كفارة، عليك كفارة وهي ذبح شاة، عليك ذبح شاة، وحجك إن شاء الله تعالى صحيح. ومن أهل العلم من أوجب عليك بدنة في مثل هذه الحالة إذا كنت متزوجة وحصل جماع، لكن إن شاء الله تعالى أنه يجب شاة. وأرى أن تستفتي المشايخ، لأن هذه المسألة يعني شيخا هناك من أهل الفتية والمشايخ موجودون كثيرا منهم هناك الآن أهل الفتية، لأنه قد يجتهد في هذه القضية بسبب ما فيها من خلاف، واجتهاد إن شاء الله تعالى يرفع الخلاف. ولكن الذي عليك أن تذهبي حالا وتطوفي، وعليك كما ذكرت الدم. هذا يقول الشاهد: في المنام بعض الناس يلبسون ثيابا بيضاء وهم في حالة راحة، وبعضهم يلبسون ثيابا سوداء وهم في حالة تعب. هذا والله أعلم فيه إشارة إلى تنعم هؤلاء وإلى شيء من التعب عند هؤلاء، ولكن لا يلزم به، وأرى أن لا تحدث به إلا أقارب هؤلاء، حتى إذا كان عليهم ديون يخرجون الديون، أو إذا كان عليهم تقصير يسددونه ويستغفرون لهم ويحلونهم. ما حكم تعليق الآيات القرآنية في جدران المساجد مع ملاحظة أنها معلقة في هذا المسجد؟ الأولى ألا تعلق، لأن القرآن الكريم ما أنزل للتعليق، إنما أنزل للتدبر والتفكر، ما أنزل للزينة، خاصة إذا كانت الآيات متقاطعة مشبكة، تجلس ساعة تحاول أن تطلع الراء من الهاء ما تستطيع، هذا لعب بالقرآن الكريم ما يصلح. أما إذا كانت واضحة فمن العلماء من منعها ومنهم من أجازها، وقد سمعت الشيخ عبد العزيز يفتي بجوازها إذا كانت واضحة، والأولى ألا تفعل. طيب، يقول:
لقد تكاثرت علي الدروس وكسلت عن التحضير واشتغلت ببعض أمور الدنيا المهمة، فهل تنصحني أن أفعل أو فما تنصحني أن أفعل؟ وهل آثم على فعل هذا؟ أنصحك أن تعود لما كنت عليه من عمل صالح وحضر قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: بدأت في حفظ القرآن منذ 6 سنوات وبلغت إلى نصف القرآن في 3 سنوات، ثم في 3 الأخرى ضغطت همتي أو ضعفت همتي عن الحفظ، فما حفظت شيئا إلا سورة واحدة. ها، هذا الذي ما نريده، هذا الذي ما نريده. يقول: بل أكاد أنسى ما حفظ. طبيعي، يرجو التوجيه. التوجيه أن تعود إلى ما كنت عليه وأن تحفظ ولو قليلا. يا أخي، الآن لو حفظت كل يوم 5 آيات فقط، تبكر المسجد وتحفظ كل صلاة آية أو آيتين، لا يمكنك أن تحفظ القرآن الكريم ولو طال الطريق. لكن إذا تركت وسوفت، قلت: يا ليتني حفظت في اليوم ولو آية واحدة. فالله الله في المثابرة. رأيت كثيرا من الشباب يقول: هل من كلمة لجمع الشباب وخلافات الشباب؟ هذه إن شاء الله أرجو أن يأتي لها توجيه في دروس الصباح، وأحببت أن أفرد لها كلمة مستقلة في مكانها إن شاء الله تعالى. ما نصيحتك للذين في بيوتهم منكرات، وربما تكون هذه المنكرات ظاهرة؟ وما واجب الدعاة نحو هؤلاء؟ وما واجب الجار نحو جاره والصديق نحو صديقه؟ إنني لا أجد لقيام الليل لذة مثل اللذة التي كانت في أول استقامتي. هذا طبيعي، الإنسان ينوع الله عليه بين المجاهدة واللذة حتى يرى الله وهو أعلم هل يستمر أو لا، هل يعبد الله فقط في الرخاء أو في السر والرخاء، هل يعبد الله في حال النشاط أو كذلك في حال الكسل والنشاط والمنشط والمكره. فعليه أن يجاهد حتى يكون من الشاكرين أولا ومن الصابرين ثانيا. ثم بالنسبة للمنكرات الظاهرة، لا شك أنها آفة وبلية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة تبرج النساء والدشات والتلفزيونات وشرب الدخان أمام الناس وحلق اللحية وسماع الغناء وعرض الأفلام والمجلات، هذه من المجاهرة. لو أن الإنسان يرتكب المنكر بينه وبين نفسه لكان أهون وليس بهين. لكن أن يرتكب المنكر أمام الله والناس وشاهر يظاهر، فإن هذه من البلايا والطوام. فينبغي يتقي الله، وينبغي على كل جار وقريب وأخ وصديق ووالد أن يقوم بالنصيحة لهذا الجار والقريب والصديق. يقول: أنا امرأة، أو تقول: أنا امرأة متزوجة وهمتي عالية في العبادة وفي القراءة من القرآن، ولكن أتهاون في المشاهدة في التلفزيون وزوجي يتمعر وجهه إذا علم ذلك أني جلست أمام التلفاز ومشاهدة برامج الأطفال، وأخاف من زوجي أن يطلقني. ما العمل؟ لا، خافي من الله عز وجل قبل الزوج. أنا أسأل: ما الذي أباح لك أن تنظري إلى الرجال؟ بأي دليل أو بأية سنة؟ من الذي أباح النظر للرجال؟ حرام في التلفزيون وعلى الطبيعة وعلى الشاشة. هذا التلفزيون والله ما يزيد الإيمان، والله لا يعلم على قيام الليل ولا صيام النهار ولا على إمساك الجوارح وحفظ اللسان. هذا يدرب على الفاحشة وسماع الغناء، ويميت القلب ويقسي القلب ويبلد الشعور ويبرد الهمة، فما فيه من خير أبدا. وحرام مشاهدته وإدخاله البيوت، فيه أصوات الشياطين والمسلسلات التي سلسلت العقول، فيه الكذب. الكذب، هذه التمثيليات كذب من أولها إلى آخره، كما ذكرت في مجلس قريب. يدخل الرجل، يدخل على زوجته فيشاهدها قاعدة تبكي: ما لك؟ قالت: ما علمت نهاية المسلسل، المسكينة تطلقت المرأة والزوج الفاعل الظالم التارك اللي يعطيه ويخطيه، والله مسلسل مؤثر. ويجلس المسكين يبكي معها وهم يدرون أنه كذب وخراط فاضي، والله لا طلاق والله لا زواج ولا محرمية، رجل أبعد ما يكون عن امرأة أبعد ما تكون، كذب ودجل ومسلسلات وأموال تنفق على ما يسمى بالبروفات. البروفات، ويعلمون أن كذب ومخادعة للعقول، ويجد من يبكي عنده تدمع العين من أجل هذا الكذب. هذا والله عجب. فيا أخوان، لا يشغلن اليهود ولا يشغلن أذناب اليهود ولا هذا الإعلام الذي يصد عن سبيل الله وعن الصلاة، فإدخاله حرام. وينبغي على هذه السائلة أن تشغل وقتها بالقرآن وبعبادة
والأعمال الصالحة، وكلما جاء الشيطان وحظها على النظر للتلفزيون تفتح كتاب الله الكريم، فإن الحسنة تذهب السيئة. إذا أردتم أن نقف قولوا ما تقول في من له معصية كلما تركها وعزم عدم العودة لها تمر به فترة من الضعف يعود إليها. أقول قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فأنت مع الشيطان في عراك. لو تكلمنا بلسان الرياضيين قلنا الشيطان مر في ملعبك ومر أنت في ملعبك، لكن أخشى أن يأتيك الموت والشيطان في ملعبك، أو أن يهزمك، لأن إذا استمررت مدافعا غلبك الشيطان. فلماذا مرة يجرك ومرة تجره؟ أثبت واصبر واصدق، خل عندك عزيمة وإرادة وقوة في التوبة إلى الله عز وجل. يقول: ظاهرا أشكوها من الشباب وطلبة العلم، وهو قصر نفسهم وعدم استمرارهم في كثير من الأعمال الخيرية والدعوية وانتظامهم في حلق العلم وظهور الملل بينهم. نرجو تعليقكم على هذه الظاهرة. المحاضرة من الحمد لله إلى أقول قولي هذا كلها في تعليق على هذه الظاهرة، ما جئت إلا لهذا. جزاك الله خير. طيب، يقول: طالب علم اشتدت همته لحفظ كتاب الله عز وجل، واشتدت همته لحفظ بعض الأحاديث والآثار والأشعار والمتون، فبماذا تنصحه من حيث الجمع بينها جميعا أو الاقتصار على أهمها؟ أهمها القرآن لا شك، ثم السنة إذا كان عندك قدرة على الحفظ فعليك بصحيح البخاري، الصيد في جوف الفراء، ثم مسلم، ثم السنن، ولا بأس أن تأخذ قليلا لكن لا تكثر، اجعل النصيب الأوفر للقرآن والسنة، ولا بأس أن تأخذ وقتا قليلا لقراءة التاريخ والشعر، فإن الشعر فيه ملاحة ويجمل الحديث كالملح للطعام ويجعل عليه حلاوة ويبعد عنه الملل ويضفي على كلام الإنسان الحكمة وجمال المنطق، لكن لا يكون همك الهام ولا شغلك الشاغل. يقول: حديث صلاة سواك خير من 70 صلاة بدون سواك يضعفه بعض العلماء. نعم، ولكن الصحيح أنه صحيح، ذكره الألباني في صحيح الجامع، وهو إن شاء الله تعالى صحيح، أظن يعني هذا غالب ظني أنه ذكره في صحيح الجامع. ما رأيك في من يقول والمشكلة فلان أنه طيب زيادة عن اللزوم؟ من فيه طيب زيادة عن اللزوم؟ إذا زاد الشيء، إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده، بس هذا من الغيبة، من غيبة الإنسان ومن تنقصه، والمسلم لا ينبغي أن يهمز ولا يلمس. يقول: توضأت لنافلة وبعد صلاة النافلة حضرت صلاة الفريضة، وكان الوقت بينهما حوالي 2 ساعة، فهل أتوضأ للفريضة أم يكفي وضوء النافلة؟ يكفي وضوء النافلة، لكن تجديد الوضوء سنة ولا يجب. هل الهمة عند الرجل أكبر من الهمة عند النساء؟ ما هو بشرط، رب امرأة خير من 1000 رجل، وإن كان أكثر الرجال همتهم أكبر من أكثر النساء، لكن قد تخالف القاعدة وتوجد امرأة لها همة عظيمة. ولعل إن شاء الله تعالى أضفي على هذا الموضوع شيئا من البيان في محاضرة فتياتنا أمام التحديات، سأذكر إن شاء الله تعالى طائفة من النماذج القيمة من الهمم العالية في الجهاد وفي العلم لبعض النساء الصالحات. هل تنطبق هذه الهمة كما في سورة يوسف؟ هذا نوع من الهم، نعم، لكن كما ذكرنا الهم منه ما هو طيب ومنه ما هو غير ذلك. يقول: لقد نذرت لله أمورا كثيرة. هذه رسالة طويلة. يقول: أمورا كثيرة على لطفه بي من ويلات ومصائب ألمت بي، وكان نذري له بأن أذبح وتصدق لوجه الكريم، ولكني نسيت منها الكثير وذبحت على الأمور التي افتكرتها. أما الأمور التي نسيتها ماذا أفعل حيالها؟ وذلك بعد علمي مؤخرا أن النذر مكروه ولا يجوز،
ولبعض الناس حقوق لها عندي لا أعلم أماكنهم وكيف السبيل إلى رد حقوقهم والتسامح منهم، أرجو التكرم. طيب، جزاك الله خيرا على هذا الشعور. أما النذور التي تقدمت فاجتهد في الوفاء بها واذبح حتى ترى أنك وفيت، ولا بأس أنك تزيد قليلا. وأما الحقوق فتحرى في ردها للناس، إذا كنت ما تعرف أصحابها فتصدق بها عنهم قدر الاستطاعة وزيد شوي. يعني إذا كنت أنك تظن أن الحقوق 1000 أخرج 1100، احتط قليلا، هذا لا يضرك بل ينفعك. ولكني أنصحك عن النذر، النذر طيب لكن نذر اللجاج لا يكون. قال عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به مال البخيل. تقول: إن شفى الله مريضي تصدق. طيب صدق يا أخي أول، إن رد الله غايبي أنفقت. يا أخي تصدق قبل جزاك الله خير، تشترط على الله ما يصلح، هذا مكروه، لأنك قد تنذر نذرا لا تستطيع وفاءه. لذلك الإنسان الأحمق الذي قال: إن شفى الله مريضي أو انقضى الله حاجتي صمت له 5 أيام، فقضى الله حاجته أو شفى مريضة فصام 5 أيام ثم مات المريض، فقال لأخصمنها من رمضان. ذكر هذا أظن ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين. هذا بخل، هذا يعني شوف حتى يحاسب الله عز وجل، لما مات المريض أراد أن يخصمها من رمضان، يحسمها من رمضان وبغض النظر عن صدق من كذبه. لكن هذا يعني فيه أن الإنسان ما يكون بخيلا، ما يعني ما يعطي الله عز وجل إلا بالشر، يشرط على الله إن فعلت كذا فعلت. يا أخي تصدق يا أخي جزاك الله خير وإنت على خير، وإن شف الله مريضك وإلا فما عند الله خير له، ولعلك إذا تصدقت ابتداء لعل الله عز وجل يرحم مريضك. طيب، رجل كل أولاده بنات وينوي أن يتزوج عسى أن يرزقه ربه بولد لأنه يتمنى من الله الولد، هل هذا فيه شيء من الحرام أو من الإثم؟ أرجو أن تفيدوني. أولا يا أخي، مسألة الولد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا من الله عز وجل، فلا تلحب اللائمة على المرأة فتكون مثل أبي حمزة، أبو حمزة من آل الجاهلية، كلما أنجبت زوجته بنتا تهددها فأنجبت بنتا فاعتزلها، فقالت: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يبيت في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك بأيدينا، إن نحن إلا كالزرع للحاصدين. فهذا إلى الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء، فاحمد الله الذي وهبك البنيات، والله لرب بنية تبر والدها خير من 10 من الأولاد. وأنا أعرف رجلا مات قبل أيام، كبر وسقط وتولى عنه أولاده وانشغلوا بحاله، جلست عنده بنته، بنت صالحة بارة، جلست عنده أكثر من 5 سنوات تأخذ عنه حاجته وأذاه وتقضي حاجته بيدها، تنظف بيدها كالطفل كطفلها، وتسعى في مرضاته، فجعل غاب عقله، فجعل لا ينادي إلا إياها ولا يعرف، غاب عن الدنيا، وجعل دائما ذكرها على لسانه يدعو الله لها. الله أكبر، ما ظنكم بهذا الخير الذي ستجنيه وتحصده؟ فرب امرأة خير من 1000 ولد، فما تدري يا أخي لعل الله يرزقك أصهارا صالحين فتتمدد علاقاتك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تكبرا كانت له سترا من النار أو حجابا من النار. وكما قال: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن وأدبهن كن له سترا من النار. فلا تضجر يا أخي، أبو البنات دائما معان، الرزق على الله عز وجل. أما هل تتزوج؟ فما أستطيع أن أمنعك مما أباح الله عز وجل، لكن لا تعتقد أن هذا يعني قد يؤثر شيء، يعني إن جاءك شيء فمن الله سبحانه وتعالى، وإلا فادعو الله أن يرزقك من زوجك الأولى. وإن تزوجت فكما ذكرت الله عز وجل جعل ذلك، لكن مشروطا بالعدل والشروط المعروفة. خلاص، ما معنى، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ساعة وساعة. ما معنى ساعة وساعة؟ أنا تكلمت في هذا شوي، يمكن السؤال قبل، على كل حال. طيب، وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك وتوب. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى
فإن رقم هذا الشريط هو 11,048.